سفارة الصومالية دالكا كونفر أفريكا حفيز كذا أرمها الدينتي أو قافتا أيا دالكا كونفر أفريكا وحي بقول القيس وكسو جيدو دالكا السودان السودانية في جنوب أفريقيا كما تعلمون لقد أثرت الحرب الجارية في السودان لأكثر من عام على عدد كبير جدا من المبتعثين السودانيين الموجودين في الجامعات هنا في جنوب أفريقيا. استوقفت التحويلات لهم من أهلهم في السودان وتأثر كبير جدا بهذه الحرب، وقد قامت الجالية السودانية بسعي حثيث لجمع تبرعات من بين أعضاء الجالية ومن أصدقاء الجالية لدعم الأسر المتعففة والمتأثرة بهذه الحرب. اليوم أنا لا بد لي من أن أشكر سعادة السفير محمد الشيخ إسحاق سفير جمهورية الصومال في جنوب أفريقيا، وله أرسل رسالة عن طريق أخي سيد شريف حمزة الملحق الديني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الصومال. أشكر لهم دعمهم للجالية السودانية، هذه هي المرة الثانية التي نتسلم منهم دعم عيني للجالية السودانية. نحن نشكرهم شكر جزيل جدا، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن تكون هذه المعاملة الطيبة من الجالية الصومالية للجالية السودانية سببا في وقف الحرب في السودان ووقفها في الصومال حتى يعود البلدين يعني في سلام وأمان إن شاء الله. أشكركم مرة أخرى وأشكر السيد السفير، وأتمنى أن ألتقيه حتى أقدم له الشكر مباشرة إن شاء الله. أوقي بين عنوين كالدوان شريف حمزة مضح حفيز كارمها الدينتي وقافتا سفارة الصومالية لقيادة مجالة بريتوريا أيا أنت بضم بأتاقن إنو عاوي قويسسك الدباتيسان إدارسك الله وحن ما تصيني أو أي تهي تاريخ دلواتني أفر بش أفراد دلواتكن دلواتني أفرتا جاليد ولالهيني نلد دقان ودن كان سود أفريكا تراشين ومرك اللبات رمضان كان وانسيني الحمد لله مقع عيسى تنوى رشينك هداد أركيسان أيان كوري جيني مداما oo awal weyn ayagana ay noogu leeyihiin oo markaysa wax badan ay na garab qabteen oo xiliyadii dagaalada aan ku jirnay anagana ka safaarad ahaan ma anigu aad kaga mahad celinayo safiirkeeni ad doktor maxamed sheekh isxaaq oo igala dardaarmay iguna wacyi geliyay oo iguna yiri la budda waa inaan jaaliyada suudaan wadanka suud afrika la degan anagayna ka mid yihiin soomaalida ka mid yihiin magac ciisa waa in aad muawinada iyo dhaqaalaha waxa la siinay ayaga ugu horeeyaan marka amarkii safiirkan waan fulinay saakidaaneeti oo markii labaad waxaan ku wareejinay raashinka hadda aad arkaysan isugu jiro wa dadka suudaaniinta waddankan degan macna ardaydoodii al doktor abdikariin jibriil alghoni ayaan ku wareejinay insha Allah taala oo ah jaaliyada madaxeedii ma waadna arki doontaan dadkii sida loo siinay insha Allah taala وانا ودينا إله دويره دو دا سيدا هرب عاد حفيزكا عرمه دينتي وخافتا اي سفاردكم في أفريكا دو بارتين انا ندتكا مساكين تلعاويو وماركيسا اقون تلعاويو قروبها لعابيو جاليدا ندتكا ودن كان لباتدوكو هاي لعاويو ندتكا سوماليات دمانو وحن انفرية لي هاي عن اسقرب خبانو وتعاونو على البر والتقوى إلهي ساسو لي سبحانه وتعالى ماركيسا وناقي سمفالك إلا سكو عاويو oo waxaad haysatid walaalka oo kula cuno taana waa iga dardaaran insha Allah taala ka safaarad ahaan mar walba waan taaganahay in jaaliyadeeni horumarkeedii imaarkaysa iyo wax qabadkoodii wax barashadoodii inaan horumarino waa tan shaqadana la soo igmaday haddana waxaan aan leeyahay safiirka ad doktor maxamed sheekh isxaaq aad bu mahsan yahay dhirigelinta iyo imaarkaysa iyo garb istaag oo umada Soomaaliyeed iyo jaaliidaha la nool buu muujiyay marka waxaan leeyahay insha Allah taala waan wadi doonaa insha Allah taala shaqadaaneeti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan markasta aan ugu mahadcelinayaa bacda Allah subhanahu wa taala TV ga Shabeela sida ay ila shaqeeyeen ka xafiis ahaan arimaha diinta oo qaafta sida ila shaqeeyeen ramadaanka oo dhana ila shaqeynayeen
أيوة هذا فلونتري كشقينا أي ماركيسا أو ديار جروبي إن جاليد وخبط كودي ماركيسا سيدا لو عاون لها إذا كان لد جنبا شبيل وحلي هاي مقاعيسا أو هل كان مثلا مثل كراش أدب أو مهسنت هاي وهرو أسعى ليها إن شاء الله تعالى وشخ أدوين بجاليد وهاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرشيد حسين كراش راضي هي تي في شبيل حفيز كارمها الدينتي وقافته إدالك كونفر أفريكا. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاش